الصباحية 14 شوطا سوف يشاهدها ويتابعها كل عشاق الأصالة من هذا المكان مباشرة في هذا اليوم الجميل والمميز. انطلق على بركة الله ثاني أشواطنا في إثارة وفي تحدي وفي تواصل مستمر، ولكن زميلي محمد بن بريك المري يتابع انطلاقة هذا الشوط الخاص بالجعدة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين مشاهدينا الأعزاء. أسعد الله صباحكم وطابت أوقاتكم بكل خير وبركة. شكرا زميلي عبد الرحمن أحمد أمين، وتهانينا والناموس لمالك الدوحة سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني ومالك مذيار من فازت بالمركزين الأول والثاني، وتهانينا أيضا للشعار العنابي على التميز في الشوط الماضي، وتهانينا للمضمرين المميزين سالم بن فاران من قاد الدوحة وأيضا من قاد مذيار سلطان الوهيبي في ثاني المراكز. تهانينا لكل الفائزين. أيها الأعزاء، انطلق شوط قوي آخر وهو خاص بفئة اللقاية القعدان، أول أشواط هذا المهرجان للأشواط المفتوحة أو ثانيها لأصحاب السمو الشيوخ، والباب والمجال مفتوح لمن أراد المشاركة من أبناء القبائل. أيها الأعزاء، نحن نعيش في ثالث أيام هذا المهرجان الغالي على قلوبنا جميعا، والذي يحمل الاسم الغالي، اسم سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وبداية الشوط حكيم لصاحب السمو الشيخ محمد، أو لسمو الشيخ محمد بن راشد. إذن مشاهدينا الأعزاء، لسمو الشيخ زايد بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولكن ينخطف المركز الأول من عناد لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني التضمير مع العملاق، عملاق المضمرين سلطان بن محمد الوهيبي. ننتقل أيها الأعزاء انتقاله إلى المركز الثاني، ومن يحتل حكيم لسمو الشيخ زايد بن محمد بن راشد آل مكتوم المضمر عمر باللاحق الهاجري. ونقلتنا أيها الأعزاء، نقلتنا من حكيم إلى ثالث المراكز، وحالول يحتل الآن حالول المركز الثالث، وينطلق لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني شعار الدوحة من افتتحت أول أشواط أصحاب السمو والشيوخ في هذا اليوم السعيد وفي هذا المهرجان الكبير. أيها الأعزاء، مضمر حالول سلطان بن محمد الوهيبي. وننتقل إلى رابع المراكز، ومن فيه شاهين القادم من دولة الإمارات من عاصمة الميادين من أبوظبي للمشاركة، التابع لهجن الرئاسة المملوكة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان المضمر مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي. وننتقل أيها الأعزاء أيضا إلى خامس المراكز، ومن يحتل المركز الخامس الهود لهجن الرئاسة التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ويضمر سلهود سعيد بن أحمد بن دري الفلاحي. هذه الخمسة المراكز الأولى، وانتظروا المزيد من الأسماء التي لم يحن موعد دخولها. متابعينا الأعزاء وحفلنا الكريم، عودتنا إلى مقدمة الشوط وإلى عناد الذي ما زال يعاند، ما زال عناد يعاند بقية المشاركين، وينطلق هنا على أرضية هذا الميدان وعلى أرضية هذا المضمار في هذا التجمع الأخوي الشقيق، وأيضا ختام الختاميات، ختام الختاميات، آخر سباق يقام هنا في المنطقة أيها الأعزاء. ولذلك شيء طبيعي أن نشاهد هذه الشعارات التي أتت من كل فج عميق للمشاركة في سباق سيدي سمو أمير البلاد المفدى. إذن السيطرة عنابية على مقدمة الشوط على المركزين الأول والثاني أيها الأعزاء بقيادة عناد وحالول، أعناد وحالول، ولسعادة الشيخ القعقاع بن حمد، القعقاع بن حمد بن خليفة آل ثاني والمضمر العملاق الشحاني أيها الأعزاء، العملاق، عملاق المضمرين، من بدا عملاقا، من تميز وحاز الرموز وحاز أيضا الأشواط الرئيسية وأشواط الذهب. الآن سلطان بن محمد الوهيبي يقود عناد ويقود حالول
في المركزين الأول والثاني، والسيطرة على النابية كما انتزعتها الدوحة ومذيار في الشوط الماضي. الله 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 الله، النقلة والدور دور المركز الثالث أيها الأعزاء، والتقدم من شاهين لهجن الرئاسة التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. مبارك بن أحمد بن ماجد الخيالي يتسلل الآن شاهين ويخطف ثاني المراكز. ننتقل إلى رابع المراكز أيها المتابعون، حكيم لسمو الشيخ زايد بن محمد بن راشد آل مكتوم، المضمر مطر بن لاحق الهاجري أو عمر بن مطر بن لاحق الهاجري. وننتقل إلى خامس المراكز، من أخذ يتسلل سلهوت لهجن الرئاسة، المضمر السعيد بن أحمد بن دري الفلاحي 1500 متر. وانطلق شاهين الرئاسة، انطلق شاهين هجن الرئاسة أيها الأعزاء، وانطلق عنود وشاهين، عناد وشاهين، وبدأ الرقص، بدأ التنافس أيها الأعزاء. شاهين ينطلق القادم من دولة الإمارات والعاني للمشاركة مع المضمر أيها الأعزاء، مع من يقود شاهين، مبارك بن أحمد بن ماجد الخيالي رجل الأمتار. هذا هو رجل الأمتار الأخيرة أيها الأعزاء، وانطلق في أمتار مبكرة، انطلق شاهين في أمتار مبكرة 1200 متر يا الخيالي، 1200 متر، ولكن حالول يا سلام، حالول انطلق على وقع الجهاز، على صوت الجهاز اللاسلكي، على صوت الجهاز اللاسلكي، ويليه ايضا ويليه غزير لهجن الرئاسة، غزير وحالول لهجن العاصفة، غزير لهجن العاصفة التابعة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. ولكن من هناك حالول يحتل المركز الأول، حالول ينطلق أيها الأعزاء، وغزير وحالول حالول هو الأقرب للفوز، حالول ينطلق أيها الأعزاء، يتسلل 700 متر حالول وغزير، ومعركة طاحنة بمعنى الكلمة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. غزير ينطلق وحالول ينطلق، وأيضا في الأخير التوفيق يحالف من حالول وقزير. الأمتار الأخيرة 500 متر يا مشاهدين، يا سلام، حالول الناموس شحاني أيها الأعزاء، الناموس، ولكن غزير يتسلل مرة أخرى، غزير وحالول، ياهو الشوط الأول، أول أشواط هذا المهرجان للقعدان، للقايا القعدان، غزير ولكن حالول راعي الميدان أيها الأعزاء، يتسلل من الجانب الآخر، ولكن هجن العاصفة، ولكن غزير أيها الأعزاء، غزير السبق، غزير الأصالة أيها الأعزاء، ينطلق تهانينا مع 100 متر الأخيرة إلى أشقانا، ولكن ما زال الخوف قائم على غزير، ولكن تهانينا سلام مرغم، سلام وسلام على هذا الفوز أيها الأعزاء. إذا مشاهدينا الأعزاء، غزير لهجن العاصفة ينتزع هذا الشوط المركز الثاني، حالول لسعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، المركز الثالث شاهين لهجن الرئاسة، المركز الرابع سراح لهجن الرئاسة، وخامس المراكز، إذن المركز الخامس سراب لسمو الشيخ أحمد بن سعيد بن راشد النعيمي. تهانينا أيها الأعزاء لكل الفائزين، شاهدنا التنافس القوي والتنافس المثير، شوط البكار الأول ذهب لمالك الدوحة سعادة الشيخ القعقاع بن حمد بن خليفة الثاني، بينما هذا الشوط الماضي القوي ذهب لمالك غزير هجن العاصفة التابعة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم. وكان أيضا حالول منافسة قوية ومنافسة مشرفة حتى آخر أمتار المضمار وحتى آخر أمتار الميدان. ها هو غزير أيها الأعزاء يصل إلى خط النهاية وينتزع المركز الأول انتزاعا. التوقيت يا مخرجنا العزيز أحمد الحمادي، عطنا التوقيت يا أخوي، توقيت المركز الأول. إذن أيها الأعزاء مشاهدينا الكرام، نعتذر عن التوقيت الزمني، وما زالت الأشواط متواصلة، وما زالت الانطلاقات أيضا متتالية. بعد قليل سينطلق الشوط الثالث أيها الأعزاء، سينطلق في مجموعة الأشواط، ولكن هذا هو ثاني أشواط البكار. هذا هو توقيت المركز الثالث شاهين، 8 دقائق بدون أي ثواني، 3 أجزاء من الثانية. وأيضا هذا المركز الرابع، أيضا تهانينا لهجن الرئاسة، بينما المركزين الأول والثاني
لم يسجلون توقيتها، نعتذر من ملاكها ونعتذر أيضا لمشاهدينا الأعزاء. أيها الأعزاء، الأشواط متواصلة وزميل